شاركت شركة بلاس بروبرتيز الرائدة في التطوير والتسويق العقاري في ملتقى المطورين العقاريين الذي عقد في بيال، حيث عرضت مشاريعها الجديدة في قبرص لا سيما في منطقتي ليماسول ولارنكا. وقد لاقت مشاركتها إقبالاً لافتاً، إذ استقبل جناح بلاس بروبرتيز أكثر من 900 شخص أبدوا اهتماماً كبيراً بالاطلاع على آخر نشاطات الشركة وحجز وحدات سكنية في قبرص. هذا وألقى رئيس الشركة جورج شهوان كلمة في مؤتمر خاص بالمعرض ركز فيها على وضع القطاع العقاري في لبنان قائلاً: القطاع العقاري في لبنان هو قطاع صلب، هو قطاع لا خوف عليه، لم يتراجع منذ 40 سنة ولن يتراجع لأسباب نعددها، وهي 80% من الشعب اللبناني بده يعيش ب20% من مساحة لبنان يلي هن بيروت وجبل لبنان بسبب مشكلة المواصلات. عنا 4,500,000 مقيم، عنا 14 مليون مغترب بشكل قوة شرائية، ما بقى في كتير أراضي للبيع، ما بقى في كتير أراضي للعمار. تركيبة لبنان الجغرافية والسكانية والعقارية عم بتخلي انه السوق يكون منيح. تستمر بلاس بروبرتيز في تطوير مشاريع راقية تلبي متطلبات السوق بأعلى المستويات.